أما العرب المستعربة هم قريش، لما سكن إسماعيل الحرم فانتشرت منه 12 قبيلة، 12 قبيلة تفرقت في أرجاء الجزيرة ما عدا عدنان بقي بمكة، فنسبت قريش حسبت نسبها إليه. وفي الحديث لا ترفعوني فوق عدنان، لأن عدنان كما لا يخفى عليكم اللسان العربي الفصيح، لأن إسماعيل تزوج من رعلة بنت مضاد بن عمرو الجرهمي فولدت له نابت، فيسير النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبه إلى عدنان، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن معاد بن عدنان بن أدد بن مقوم بن تيرح بن ناحور بن يعرب بن يسجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن آزر بن ساروغ بن عيبرة بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ، وهو إدريس. وإدريس فعل وليس اسم، الإدريس هو الدرس هو الخياطة، واسمه أخنوخ بن يرد بن مهليل بن قينن بن يانش بن شيت بن آدم عليه السلام. لكن في الحديث لا ترفعوني فوق عدنان النسب المتفق عليه، لكن ما فوق عدنان من باب الاستئناس، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.